NBA بيرجع إن شاء الله. يعني في أخبار طيبة عن هذا الموضوع إن NBA إن شاء الله راح يرجع، وفي تغييرات في الدوري، في تغييرات في طريقة استكمال مباريات الموسم. وهل ترجع كل الفرق أو نرجع بس الفرق اللي ممكن تكون منافسة ولا بتدخل بلاي أوفس الفرق اللي خلاص فقدت الأمل، خلها تروح على بيتها خلاص. يعني في تغييرات كثيرة وفي أخبار كثيرة طلعت أمس، خلينا نشوفها. السلام عليكم، جعفر، وحلقة جديدة اليوم من سوالف سميث. زمانه سوالف سميث. اليوم نتكلم عن آخر تطورات في عودة دوري الـ NBA إن شاء الله. اليوم الأخبار الطيبة، أتوقع آخر مرة سويت أخبار عن الموضوع كانت الأخبار كلها تشاؤمية أكثر، بس اليوم إن شاء الله الأخبار معظمها طيبة. معظم الأخبار تتمحور على إنه لا، في عودة في الـ NBA إن شاء الله راح يرجع، طال الزمان وقصر هذا الموسم يستكمل، يعني يستكمل. كثيرة أخبار اليوم اللي تكلمت عن عودة الـ NBA، طريقة عودة الـ NBA، وين راح يستكمل بقية مباريات دوري الـ NBA. معظم الأخبار تتكلم إنه NBA إذا راح يرجع في مكان واحد. معظم الأخبار بعد تتكلم أن هذا المكان راح يكون في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، في مدينة ديزني الرياضية. عندهم مدينة رياضية كبيرة مجهزة بتجهيزات محترمة، فيها ملاعب سلة، فيها كذا. فنرجع نجمع الفرق اللي راح تلعب هنا في هذا المكان كله، فيصيروا كلهم في مكان واحد، نسوي لهم تستات قبل ما يبدأوا، ويكون كذا محكورين لاعبين NBA اللي بيلعبوا المباريات والحكام والمصورين كلهم في مكان واحد، عشان يعني موضوع الكورونا وموضوع اختلاط وهذا نحد من هذا الأمور كلها. الآن السؤال، لكن مين راح يرجع من الفرق؟ والسؤال الأهم اللي كثير يتسأل هذا الشيء، طبعا هذا جوابه معروف. السؤال الثاني اللي بقوله اللي هو هل يرجع بدون جمهور؟ لا، الموضوع كله الآن رجع بدون جمهور. يعني أنا ما طرقت هذا الشيء لأن كنت تكلمت عنه أكثر شيء. الرجعة الحالية للـ NBA أكيد بدون جمهور، كل شيء نتكلم عنه إن العودة بدون جمهور. خلهم يرجعوا الآن بعدين نتفاهم على موضوع الجمهور، أوكي؟ خلهم يرجعوا بعدين يصير خير. فالعودة الآن كلها تتكلم على عودة الفرق في مكان واحد، يلعب في مكان واحد. الآن في جزئين، هل يرجع أو يلعبوا مباريات عادية، يستكملوا مباريات الموسم الاعتيادي الريجولار سيزن، أو إن يرجعوا على طول يلعبوا الإقصائيات أو هي البلاي أوفس. موضوع إنك تلعب على طول البلاي أوفس، الفرق تقول لك أو بعض اللاعبين يقول لك لا، إحنا نبغى نلعب مباريات الموسم العادي قبل عشان نحضر نفسنا، لأن إحنا الآن من زمان ما لعبنا كرة السلة، والبلاي أوفس أو الإقصائيات شيء يعني حاد وشيء حماسي وشيء يعني نحتاج نكون بأفضل مستوياتنا. نفس الشيء الفرق اللي بتلعب بتستكمل مباريات الريجولار سيزن، إذا فرق اللي فقدت فرص المنافسة تماما وخرجت من المنافسة تماما، مثل جولدن ستيت واريورز أو أتلانتا هوكس وغيرها من الفرق، بترجعهم بتوديهم مدينة أورلاندو، وبتجلسهم أسبوعين كورنتين إنه حجر، بعدين بتدخلهم معسكر أسبوعين لين ما تبدأ المباريات، بعدين بتلعبهم 5 أو 10 مباريات، بعدين بقولهم يلا السلام عليكم. هل هذه المخاطرة تستاهل؟ هل هذه المصاريف تستاهل؟ هل كل هذه الأمور تستاهل؟ يعني فيها موضوع إنك تبى تستكمل المباريات عشان تدخل أو تستكمل بقية المصاريف ومداخل المالية من نقل تلفزيون كذا، في إنك الصرفيات اللي بتصرفها بعد على جيبة كول هذا الفرق وكذا. فالآن في نقاش كبير جدا انه تدري لا نرجع مباريات ريجولار سيزن، خلينا على طول نروح مباريات بلاي اوفس. نروح مباريات بلاي اوفس يعني في بعض الفرق ممكن ما تدخل، بس السؤال الاول ان الفرق اللي ما تبغى تلعب على طول بلاي اوفس لانها تبغى تستعد، وش نسوي؟ اوكي، ما نرجع على طول، يكون في معسكرات اعداديه، ممكن يكون في بعض المباريات الوديه التحضيريه، سواء مباريات داخليه او حتى بين بعض الفرق. هذه لها تساؤلات ثانيه، لكن يقول لك انه خلينا الان نستبعد بعض الفرق اللي خلاص ما لها اي فرصه ان تدخل في البلاي اوفس، والفرق الثانيه اللي بين والبين، الفرق اللي مثلا مثل بورتلاند او ممفيس بتقدم عليهم، في عندك بورتلاند، في عندك فرق ثانيه تنافس، يعني يقول لك احنا عندنا فرصه، بورتلاند سان انطونيو وغيرهم، يقول لك في القسم الغربي يعني احنا عندنا فرصه، ايش يصير؟ يقول لك او احنا نظام البلاي اوفس هي 8 هنا و8 هنا، نسوي دوره مصغره حق مثلا المركز 7، 8، 9، 10 عشان نتاهل منهم اثنين، نسوي الى كل قسم 7، 8، 9، 10 الى حال هنا، 7، 8، 9، 10 هنا لحال، عشان نسوي منافسه يتاهل منهم اثنين، يعني دوره مصغره حق ناهل اخر الفرق من البلاي اوفس، بعدين نروح نلعب البلاي اوفس دايركت. شيء مهم جدا وضحه المفوض ادم سيلفر اللي هو رئيس رابطه الدوري، يقول لك ما راح تنازل عن ان المباريات البلاي اوفس تكون ما هي 7 مباريات، ان طلعت اقاويل كثيره ان بما ان فتره محدوده وفتره قصيره، هل نرجع نعمل مباريات الاقصائيات مثلا من 5 مباريات اللي يفوز 3 بدل ما ان هي الان نعرف احنا مباريات البلاي اوفس ان تلعب 7 مباريات، اللي يفوز 4 يتاهل، هل نغير هذا الشيء عشان نختصر وقت كذا؟ ادم سيلفر مركز انه لا ما ابغى اسوي هذا الشيء. طبعا هذا الشيء يدخل فيه انه مداخيل ماليه، احنا قاعدين نخسر اوريدي، فما ابغى اقلل عدد المباريات. الان ننتقل الى NBA 2K، ليش؟ عشان نشوف الفرق
الان زي ما اشوف على الشاشه الفرق اللي الان على الترتيب الحالي، على الترتيب اللي لما توقف الدوري هذا هو الترتيب الحالي اللي قدامنا الى فرق البلاي اوفس المتاهله. هذا الترتيب الين في التوب، اذا رجع الدوري على طول بلاي اوفس بدون ما يعملوا جوله اخيره او كم جوله الى الفرق اللي زي ما قلت المركز التاسع العاشر عشان يشوفوا مين يتاهل. اذا رجع بس على طول قال خلاص 8 الاول 8 في الشرق اول 8 في الغرب خلاص لعبهم بلاي اوف، هذا بيكون الترتيب اللي قدامنا في اللي نشوفه في NBA 2K. وجميل جدا بما ان احنا في NBA 2K نقدر الان نسوي سيميليشن سريع، يعني نخليهم اعطونا النتائج خلينا نشوف قبل، لكن لا هرويكم اعمل سيميليشن قدامكم في شيء لازم نعرفه. مثلا بروكلين نتس الان اللي هم المركز السابع في ال 2K، كيفن دورانت وكايري ما هم مصابين، فممكن الامور تتغير. عشان كذا يعني سيميليشن بس بسويه على السريع عشان احطها في الفيديو. بعد ما خلصنا الدور الاول على طول طلع لي اصابه لبرون جيمس، فال الله ولا فالكم اول شيء. المهم طلعنا مع الجول الاول ان ليكرز ويوتا اتاهلوا، دينفر ودالاس. غريب جدا 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 ان الكليبرز خرج 4-0، هذا مو مني ها والله العظيم انا ما سويت شيء، هذا من 2K انا مالي شغل. لا 4-0 المواكي واتلانتا، وعندنا تورنتو وفيلادلفيا، بوستن طلع وبروكلين طلعوا. الدور اللي بعده الليكرز يفوز ودالاس يفوز، والليكرز ودالاس على نهائي القسم، والمواكي وتورنتو على نهائي القسم من جديد، ويوصل للنهائي الليكرز وملواكي. او ملواكي فاز على الليكرز. المهم هذه بس كنت ابغى ابين احسن هذه نقطه اضافيه كذا احسن، لكن الفكره ان لو رجعوا بلاي اوفس دايركت على طول هو شيء مستبعد، نرجع على طول الثمانيه اللي هنا والثمانيه اللي هنا على طول مستبعد، مش انه ممكن يرجع الموسم، مستبعد انه في بعض الفرق ما زال عندها فرصه كبيره للتاهل وممكن يسووا لها دوره مصغره عشان يدخلوهم للمراكز الاخيره. في شيء ثاني بعد تكلموا عنه بشكل كبير جدا، انه بما ان الفرق كلها راح تكون في مكان واحد في مدينه ديزني الرياضيه في اورلاندو، ليش ما نسوي البلاي اوفز 16 فريق نرتبهم من جديد؟ طبعا الفكره الاوليه اللي كنا نتكلم عنها انه يسووا افضل 16 فريق تاهلوا للبلاي اوفز، انه ترتيب واحد للدوري وان اول 16 فريق كلهم ما في شرق وغرب، اول 16 فريق بالترتيب. هنا الفكره شويه مختلفه، مش ان ناخذ اول 16، لا ناخذ اول 8 من الشرق واول 8 من الغرب يتاهلوا بعدين نسوي لهم على الترتيب، يعني نفس من الفرق اللي متاهلين من الشرق ناخذهم، والفرق اللي متاهلين من الغرب 8-8 بناخذهم بعدين بنسوي اعاده للترتيب، مش ان بناخذ افضل 16، لا في النهايه بيطلع عندنا 8 من الشرق و8 من الغرب. لو اخذنا افضل 16 مباشره بدون ما 8-8 كان ممكن يصير في عندنا 10 من الغرب وبس 6 من الشرق، هم لا يقول لك لا بناخذ 8-8 وبعدين بنسوي لهم اعاده ترتيب. الفكره ليش؟ لان من زمان لما يقول لك خلينا نسوي افضل 16 فريق وافضل 16 فريق المتاهلين للبلاي اوفز وبدون شرق وغرب، الكل كان او الفكره الاساسيه، ولان لما بدا الدوري عملوا شرق وغرب لان بعد المسافه في التنقل بين المدن في امريكا، يعني البعد المسافه بين مثلا مدينه نيويورك الى مدينه لوس انجلوس بالطياره ممكن اكثر من 5 ساعات طيران، صعب التنقل. يقول تخيل يقابلوا بعض في اول دور والتنقل كذا بعدين تروح تقابل بعض فريق ثاني، وصعوبه التنقل كانت اصعب بكثير في السابق، فخلوا شرق وغرب. فقامت تطلع الفكره من في السنوات الماضيه بما ان تطور السفر صار كل فريق يملك طيارته الخاصه سفراء الخاص وهذا الامور كلها، لكن ظلت الموضوع انه لا بيكون مسافه طويله بين الفرق وهذا الامور كلها. الان لما قال لك ان الفرق كلهم بيكونوا في مدينه واحده، اوه هذه الفكرة الآن ممكن تناقش، هذه الفكرة قاعدة تطرح الآن إن خلينا نسويها، ناخذ الآن ما بنغير تماما وبس هذا الموسم نتكلم، خلينا ناخذ الثمانية اللي هنا الثمانية اللي هنا ونعيد ترتيبهم ونشوف ايش يطلع عنا ونلعب هذه المباريات. طبعا بنلعب 7 مباريات بنلعب نفس النظام نفس كل شيء، لكن نسوي هذا الشيء. والله الفكرة فيها، فكرة ما فيها، لكن لازم نعرف ان اي شيء راح يتغير في الدوري سواء هذا الموسم او كل مواسم في المجمل في الـ NBA اي قانون عشان يتغير لازم يجي موافقة 20 من 30 رئيس النادي. احنا نعرف الـ NBA يتكون من الاندية الدوري نفسهم، في 30 رئيس يصوتوا على هذه القرارات. الـ NBA عشان يغير اي قرار لازم 20 شخص يصوتوا بالايجاب عشان يتفوق 20 الى 10. فهل هذا الشيء ممكن يصير؟ ممكن هذا الموسم، بس اذا تكلم عن المواسم جاية اكيد صعب، بس احنا نتكلم الان عن هذا الموسم. فلو عدنا ترتيب الفرق كامله راح يطلع عندنا ترتيب شويه مختلف في بعض المباريات، بعضها راح تضل نفسها بس بعضها راح يكون شويه مختلف اذا شلنا الشرق والغرب من البلاي اوف. نرجع ل2K الان الترتيب زي ما تشوفوا الان اللي على اليسار وفي على اليمين، طبعا ما اقدر احط ان مثلا الملواكي باكس هو بيكون المركز الاول على الكول والليكرز هو المركز الثاني، بس ما اقدر احط الليكرز الثاني يعني فحطيته على الشرق جهه ثانيه، بس مرتبينهم انا بطريقه صحيحه. خليكم من الارقام اللي على جنب، فالمباريات اللي بتطلع عندنا لو غيرنا الترتيب الباكس ضد الماجيك هذا اتوقع نفسها، ميامي هيت ضد الثندر، كليبرز ضد دالاس هذه نفسها كانت بتكون لو ما تغير الترتيب، السلتكس مع 76رز هذه بعد نفسها، الليكرز مع النتس تخيل يعني لوس انجلوس ليكرز ضد النتس، روكس مع الجاز، النجتس مع البيسرز، والرابترز مع الجريزلز. هذه لو صار التغيير الجديد الان، التغيير الجديد هذا لو صار انا شخصيا اشوف انه تخيل يعني مباراه الليكرز مع النتس، وهل يرجع كايريم اللي صابه وهل يرجع كيفن دورانت بما انه في مواجهه للليكرز؟ اوه بتكون حتى لو ما يرجع تخيل هذه بتكون قصه مثيره جدا للاعلام خلال اسبوعين ثلاثه، يعني يتكلم في
فيها، خصوصا اذا ما طلع تصريح رسمي انه يرجع او ما يرجع. واو بصير شيء نقاش جامد جدا على هذا الموضوع. نفس الشيء بصير نقاش جهه الجهه الان اللي فيها الليكرز، انا اشوفها مثلا اسهل من الجهه اللي ما فيها الليكرز. يعني الجهه الثانيه فيها ملواكي وفيها الكليبرز، والليكرز جهه لحاله. يعني مين اقوى المنافسين للليكرز؟ هل هو الروكتس؟ هل هو الرابترز؟ بينما الجهه الثانيه ميامي، السلتكس، 76ers، الكليبرز، والباكس كلهم. احس اقوى الجهه الثانيه شخصيا، يعني شخصيا كمشجع الى الليكرز اشوف هذا الشيء بيكون مصالح الليكرز. هذا الشيء لو يصير احس انه بيكون مصالح الليكرز. ما في فرق بتقول اوه يعني ادرن الروكتس قوي، الجاز قوي، دينفر قوي، الرابترز قوي، اي اقوياء. لكن لما قارن قوه الجزء القسم اللي فيه الليكرز بيلعب ضد الجهه الثانيه يعني بيكون اصعب. يعني تخيل الكليبرز عشان مثلا يوصل النهائي راح يواجه دالاس، يعني ممكن يواجه اما فيلادلفيا او السلتكس، بعدين يواجه اما اللي يفوز من مثلا من ميامي او من الواكي باكس. اوه بيكون ضرب مطاحن. بينما الليكرز بيواجه مباريات قوية لكن اقل قوة. هذا شيء مقترح مو شيء صار ولا شيء الحين ما نتأكد، هذه كلها اخبار قاعدين نشوفها. وزي ما قلت لازم يوافق عليه 20 من اصل 30 رئيس في النادي. تدري خلينا نسوي سيميليشن نشوف بعد ايش ممكن يصير. الآن بعد ما خلصنا النهائي طلع الليكرز مع الكليبرز، الآن تخيل إنه يكون نهائي الـ NBA، مش نهائي القسم الغربي، نهائي الـ NBA الليكرز مع الكليبرز. الضجة الكبيرة اللي صارت على إن الليكرز مع الكليبرز هم نهائي الغرب، وإن الليكرز والكليبرز هم أقوى فريقين، مع ملواكي جيد لكن الليكرز والكليبرز هم المرشحين. تخيل بدل ما يكون هو نهائي الغرب يكون نهائي الـ NBA، الزخم بيكون أكبر والإعلام عليه بيكون أضخم، والبرون مع كواي بيكون شيء أضخم جدا. طبعا هذا سيميليشن يعني إحنا نتكلم كذا بس، زي ما قلت يعني الكليبرز اصلا بيكون حتى تف رود ليه اكبر من هذا. طبعا غير واقعي السيميليشن لانه طلع ميامي وملواكي من اول دور يعني اوكي. لكن عموما يعني بيكون هذا النهائي شيء ضخم جدا جدا، وبيكون في تغيير في موضوع شرق وغرب وهذا الامور كلها. مين ممكن يفوز؟ لكن شفتوا اللي شفته السيميليشن طلع ان الليكرز تقدم 3-0 3-0 والله 3-0 بعدين الكليبرز 4-3 قلبها. يا راجل شيء غير طبيعي. عموما هذه تقريبا اخر الاخبار اللي طلعت. الاخبار مفرحه ان الدوري راح يرجع، بيرجع بهذه الطريقه 16 نادي يرتبهم من جديد او نفس الترتيب الحالي، يرجع يلعبوا بعض المباريات من الريجولار سيزون ويستكمل بعدين البلاي اوفز، يرجع على طول البلاي اوفز وقبل يصير بطوله مصغره للفرق اللي ممكن تاهل او لا. كل هذه الاخبار طلعت امس، اخبار مفرحه لكن ان بدانا نشوف انه في رجعه، صحيح في مكان واحد بدون جمهور لكن في رجعه. قبل شهر لما كنت اتكلم عن معظم الاخبار ان الاخبار سلبيه، الاخبار يعني في صعوبه في العوده في كذا، بس الان اخبار شويه مفرحه اكثر، الاخبار فيها يعني ابتهاج اكثر الى عوده الامور. وزي ما نشوف في معظم الدول بدا الان عوده سفر، عوده انفتاح، عوده تدريجيا يرجعوا شويه شويه للحياه الطبيعيه مع التحفظ. فالان بي اي والرياضه في امريكا بتبدا بعد ترجع شويه شويه، يعني ان شاء الله يرجع في اسرع وقت. خلاص ملينا ها بدون سله. عموما اللي ابغى اساله قبل ما نقفل على الفيديو، اذا بيرجع الدوري ان شاء الله يعني راح يرجع، تفضل انه يرجع نظام البلاي اوفس العادي الحالي اللي متعودنا عليه، او انه ياخذوا الثمانيه المتاهلين حاليا من كل قسم ويعيدوا ترتيبهم زي ما رويتكم اخر شيء، وش تفضلوا؟ وبس عموما يعطيكم الف عافيه على المشاهده، لايك ديسلايك اذا ما عجبك الموضوع، اذا ما كنت مشترك لكن تقدر ممكن تشترك، اذا بعد تبغى تشوف الجديد اول باول كذا يعني تقدر تفعل التنبيهات. عموما يعطيكم الف عافيه على المشاهده، معكم انا جعفر، يلا سلام.